طيب هلا رح نبلش بتتبيلة الدجاج. عندنا صدور دجاج مسحبة، رح نحط بهارات مكسيكية ورح نحط اوريجانو. تمام، هذا يعني للي بحب. تمام، رح نحط بابريكا اكيد وكاري. تمام، وبودرة ثوم. تمام، هلا رح نخلطهم مع بعض. انا هيني هون حميت لك ال ايوه ممتاز عشان يكون اتوقع كله رح يروح هون صح؟ ايوه حلو. تمام، هلا رح نضيف الدجاج هون. اوكي، رح نقلب الدجاج. تمام، خليه ياخذ لون. طبعا الكميه حسب انتم شو بتحبوا، يعني قديش عاملين كميه بتحطوا. رح نضيف زيت شوي. اوكي، هلا رح نتركهم شوي ورح نضيف الفلفل الحلو. اوكي، من البدايه يعني. طيب هلا عبال ما يستوي الدجاج. تمام، رح نعمل الجواكامولي اللي هي الصلصه، رح نعملها جنب الساندويشات التاكوز. تمام تمام، اذا بدك تقطعي على هاي احرك هون انا. بتحبوا اضل متولي امر الدجاج؟ ما في مشكله، خلص عندي بدك شوكه. ثانك يو. تشير الأفوكادو فن. هلأ طيب. كمان هرست الأفوكادو. أوكي. هلأ بدنا نعمل الجواكامولي. هرسنا الأفوكادو. تمام، رح نضيف البندورة. يا سلام. رح نضيف البصل الأحمر. هاي الخلطة اللي بحبها بموضوع المكسيك. المكسيك. نعم صح، كثير طيب. يعني بتعرف في ناس كل شيء لحاله ما بياكلوه، يعني في ناس ما بياكلوا الكزبره، ما بياكلوا الافوكادو، مع بعضهم مع بعضهم بياكلوا. صح صح. هلا رح نضيف الكزبره. يا سلام. ورح نضيف فلفل حار، لانه الاكل المكسيكي لازم حار اكيد. ورح نضيف عصير ليمون ورشة ملح. يا سلام. ورشة فلفل أسود. شو أنا هيك خلص؟ رح نملح آخر إشي. خلص طفيت أنا ولا؟ خلص ما بدنا إياه. تمام، رح نحط فلفل أسود. أوكي، هسا دقيقة، هذا الخبز بيكون هو خبز التورتيلا. اوكي، هذا بنباع هيك وهذا بنباع هيك صح؟ لا، هذا لا. انا عملته بالفرن. اوكي، هلا بنفرجيهم الطريقة. تمام تمام، هذا هيك رح يكون طريقة التقديم. أوكي. طيب هلا رح نحشي السندويشات. أول شي رح نضيف المايونيز. طيب هلا احنا هيك حشينا السندويشات، هلا رح نحط عليها الجبنه. ايش نوع الجبنه اللي عم تحطها؟ هلا هاي موتزاريلا. رح نستخدم بالوصفه موتزاريلا والتشيدر تشيز. حطينا جبنه التشيدر يعني بهاي الطريقه، هيك صارت هي كلاسيك. هلا شو ما بتحب الواحد يحط اضافات، ممكن نحط فاصوليا حمراء. ممكن نحط طبعا موضوع الفاصوليا الحمراء هذا كثير ب انا مخليته برا. تاكو الدجاج، خبز تورتيلا صغير، صدور دجاج مسحبه، مايونيز، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، فلفل حلو، بهارات مكسيكيه،
كاري، بودرة ثوم، بابريكا وبصل أخضر للتزيين. للدب بدنا أفوكادو وبدنا بندورة وبدنا بصل أحمر، فلفل حار، ليمون، كزبرة، ملح وفلفل.